يومياً غذاءً صحياً ومتوازناً يحتوي على خضروات وفواكه طازجة. تروي أساطير الكعك القديم قصة بطل شجاع هو ابن زيوس. ينادونني كاكيوس. أمضى حياته سعياً في الوصول إلى والده. إنه هناك في مطعم جبل الأوليمب. علي أن أسرع لألحق وجبة الفطور. وأنا سآتي معك. أه، صديقي الوفي صمطيريوس. لكن طريقهم كان مسدوداً مسدوداً مسدوداً. قولوا لي يا بنات، ألست أعظم شريرة؟ يقال إن من ينظر لعينيها يتجمد فوراً. أتمزح؟ أوه كلا، إنها مجرد... واو، تجمد، يا للهول. أوه يا عيني، إذن لقد فهمت، لن أنظر إليها أو إلى أي شيء آخر. هيا بنا يا صمطيريوس. أوه، لا، آسفة يا كاكيوس، لن تمر من هنا إلى أن تنجح في الامتحان. امتحان؟ أي امتحان؟ أفاعي الشعر جميلة جائعة، وعليك أن تطعمها. أوه حسناً، هذا امتحان غريب، لكن لما لا؟ يبدو سهلاً، أليس كذلك؟ تحت إحدى هذه الأغطية يوجد طعامهم المفضل، ما عليك إلا أن تتذكر أي غطاء. ركز يا كاكيوس، قد تكون خدعة. نعم، سأركز. حسناً، لنرى ما تحت هذا. أوه، هذه كعكات الشوكولاتة. وهنا يوجد لا شيء، إنه فارغ، وهذا غريب. وهنا يوجد لا شيء، إنه أيضا فارغ. أنا لم أفهم. كل ما عليك هو أن تتذكر تحت أي غطاء يوجد طعام أفاعي. أوه عرفت، هذا سهل، إنه تحت الغطاء الأول. لكن لحظة، هل هناك شيء في عيني؟ أوه سأرى. كاكيوس، لما نظرت إليها؟ تذكر، عليك أن تنظر إلى الأغطية وليس على جاموزة. حسناً، صح، سأركز على الأغطية وليس جاموزة، فهمت؟ والآن، قلت لي تحت أي غطاء يوجد الطعام؟ هي، لقد حركتها، إن الترتيب مختلف الآن. ولكن كيف سأعرف الإجابة الآن؟ ركز يا كاكيوس، أتتذكر أي شيء عن الغطاء؟ سأحاول أن أتذكر. إني أتذكر أن لونه فضي. نعم، الكعك تحت الغطاء الفضي. أوه آسفة، خطأ. لا، هل أحاول ثانية؟ ولم لا، لكن أولا أنظر، أهناك كعكة على رأسي؟ ماذا؟ أين؟ يا للهول. كاكيوس، ركز على الأغطية وليس على جاموزة. حسناً، الآن سأركز. لا، لقد غيرت الترتيب مرة أخرى. لا، كيف سأجد طعام الأفاعي الآن؟ كاكيوس، ركز، أتتذكر شيئاً آخر عن الغطاء؟ أنا أتذكر. كان على الغطاء نجمة. صح، إنه فضي وعليه نجمة. كاكيوس، أرأيت جرسي الجديد؟ ركز. حسناً، هذا فضي لكن بدون نجمة. كاكيوس، هل عليك شيء بأسنان؟ حسناً، ركز. هذا عليه نجمة ولكنه أسود. انظر إلي. ركز، هذا فضي وعليه نجمة. لقد نجحت، ركزت وتذكرت ووجدت كعكات الأفاعي. هيا تفضلي مدام. لقد نظرت إلى نفسها في الغطاء العاكس وجمدت نفسها. لماذا لم نفعل ذلك من البداية؟ هيا قبل أن تعود، علينا أن نذهب من هنا. نعم، مطعم جبل الأوليمب، نحن قادمون. سعيد لرؤيتك يا بني، هل أنت جائع؟ جائع جدا. أحضروا كعكا. كعك الجبابرة من إنتاج أفلام مقرمشة.
حان موعد النوم. لكن قبل أن يذهب إلمو ولولا إلى النوم، إلمو يريد أن يقرأ بابا قصة ما قبل النوم. فكرة جيدة، لكن قبل أن أقرأ قصة ما قبل النوم يجب أن تفعلا بعض الأشياء حتى تستعدا للنوم. سأذهب لإحضار الكتاب بينما تستعدان. ماذا يجب أن يفعل إلمو ولولا كي يستعدا للنوم؟ مرحبا يا صديقي الصغيرين، يا له من سؤال رائع. هيا نتعرف. هذا تحدي اختر بحكمة. لعبة اليوم هي قبل النوم مع المتسابقين إلمو ولولا وأنتم. لتفوزوا في هذا التحدي يجب أن تختاروا ماذا يجب أن تفعلوا قبل النوم. هل تلبس البيجامة أو تشاهد التلفاز أو تغسل أسنانك أو تغسل وجهك؟ لديكم 30 ثانية. هيا. ماذا يجب أن يفعل إلمو ولولا قبل النوم؟ إلمو يعرف! إلمو ولولا يجب أن يلبسا البيجامة. صحيح! ماذا أيضاً يجب أن تفعلا؟ لولا تعرف! لولا وإلمو يجب أن يغسلا أسنانهما. صحيح! ثانيةً! ماذا أيضاً؟ إلمو يريد مشاهدة التلفاز، لكن يجب أن لا يفعل هذا قبل الذهاب إلى النوم. هل يمكنكم مساعدة إلمو ليختار ماذا يجب أن يفعل قبل الذهاب إلى النوم؟ إلمو يجب أن يغسل وجهه. نعم، اخترتم أشياء يجب أن تفعل قبل الذهاب إلى النوم. شكراً لأنكم لعبتم مع صديقكم الجميل والنعسان قرقور. بما أنكما فعلتما الأشياء التي يجب فعلها لتستعدا للنوم، يمكنني الآن قراءة قصة ما قبل النوم. كما تقول أمي دائماً، إذا فعلت الأشياء التي يجب فعلها قبل النوم يمكنك الحصول على قصة ما قبل النوم التي تريدها. والآن هل تعرفون ماذا أريد؟ ماذا يا قرقور؟ النوم. ماذا تفعل قبل الذهاب إلى النوم؟ بشرب حليب، برش أسناني، أقرأ من شوي ستاتيز،
بفرش أسناني وبغسل وجهي، أقرأ القصة قبل النوم، بطفي الضوء، بغسل أسناني، بعمل غرفتي منيح عشان اليوم الثاني بس أعمل تغسيل، باكل بعدين بروح بتحمم بعدين بفرش أسناني. إذا كان في مدرسة بفرش أسناني بعدين بغير جدولي بعدين بنام، بس إذا كان في عطلة اليوم الثانية بس بفرش أسناني وبنام. فرش أسناني وغسل وشي. لازم فرش أسناني وغسل فرش أسناني. واحد اثنان ثلاثة أربعة، أعرف حاجتك ليس فقط ما ترغب به. إلمو يريد الحزام اللامع حقا، ولكن ماما تقول أن إلمو لا يحتاجه. الجو بارد، البس لباسا دافئ، قبعة أو جوربا أو سترة بلون هادئ. ولكن إلمو لا يملك أي منها، هل هذا ما يحتاجه إلمو؟ فكر يا إلمو، ما الذي تحتاجه في الشتاء البارد؟ ما الذي تحتاجه؟ حر الشمس نعطش، ماذا نختار؟ مثلجات أم كأس ماء؟ فكر 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 يا إلمو، ماذا تختار؟ فكر فكر فكر، ما الذي نحتاجه؟ كأس ماء. أحسنت يا بني. واحد اثنان ثلاثة أربعة، أعرف حاجتك ليس فقط ما ترغب به. بني اسمع، إن كان إلمو في المدرسة هل يحتاج إلمو إلى كتب مدرسية أم كرة مطاطية؟ فكر فكر فكر، ما الذي تحتاج؟ إلمو يختار الكتاب. أحسنت يا بني. الآن يا بني بات لديك جواب، ما بين الرغبات والحاجة بالأسباب. واحد اثنان ثلاثة أربعة، اعرف حاجتك ليس فقط ما ترغب به، اعرف حاجتك لا ما